أننا في إقبالنا على هذه العشر الأواخر بين يدي خير عظيم وأمر جليل وقدر عظيم حقه أن نستقبله باهتمام يليق به. أما إنها في هذه العشر الأواخر ربما تكون الليلة التي نستقبلها بعد دقائق من أذان المغرب، وربما كانت فيما بعد، وربما كانت آخر ليلة في الشهر، كل ذلك وارد. لكن أيها العقلاء، أما إنه من مقتضى العقل والحكمة والبحث عن مصلحة الإنسان لنفسه أن يجتهد غاية الاجتهاد في إصابة ما تتعلق به سعادة دنياه وأخراه في أمر محدود وزمان معدود وعمل يسير مقدور.